أريد أن أمتهن سقي الماء. وهذا عندنا من المهن المستحبة، أن الإنسان يسقي الماء للآخرين، سواء كان مهنة أو عمل. بعض الناس يشوفه يصب الماء في المسجد مثلا أو في المأتم أو يجعل مبر براد ماء، هذا من الأمور المستحبة والمحببة والتي ندب إليها الشارع. قال: لا أريد أمتهن سقي الماء. وفعلا صار يعمل في سقي الماء، يسقي الماء إلى أهل الحي وإلى من يأتي إلى زيارة رئيس الحي في مجلسه. إلى أن ليلة من الليالي جاء الشيخ، هذا صاحب الدار صاحب الحي، جاء يبحث عنه فوجده قد صف قدميه خلف أكمة من الأكمات، يعني كثبان رملية، صف قدميه وصار يصلي في جوف الليل، الناس نيام وهذا في قيام وقعود وركوع وسجود وتلاوة للقرآن وفي حالة من التهجد. انبهر من إيمانه فعزم على أن يزوجه من ابنته، وفعلا زوجه من ابنته ووحيدته. لكن لما صار إجراء العقد التفت إليه صاحب الحي، قال: يا ولدي، الآن هذا عقد زواج وهذه بنتي ووحيدتي، وأنا كل مرة أسألك عن اسمك أنت ما تجيبني وتتورع عن الإجابة، وأنا بعد ما أريد أحرجك، بس الآن صارت القضية قضية زواج، فلا بد أن أعرف اسمك. ما اسمك يا ولدي؟ شنو اسمك؟ فطأطأ القاسم برأسه إلى الأرض، قال: غريب يا عم، أنا غريب. أطلق عليه هذا الاسم وصار اسمه في المنطقة وفي الحي يسمونه غريب. جاء غريب وذهب غريب، جلس غريب، قام غريب، وهكذا إلى أن تزوج واقترن ببنت صاحب الحي، وولدت له ببنت أسماها فاطمة. لما بلغت هذه البنت 3 سنوات أقل أو أكثر نزلت به العلة، أشرف على الموت، صار طريح الفراش، جلس على رأسه أو عند رأسه عمه. التفت القاسم إلى عمه قال: يا عم، لا أرى إلا أني ماض من هذه الدنيا، يبدو أن هذا المرض مرض الموت، ولذلك أنا أريد أن أوصيك يا عم. قال له: تفضل يا ولدي. قال له: يا عم، لطالما سألتني عن حسبي ونسبي، والآن لابد أن أفصح لك بذلك، لأن ترى بعد في النهاية هذه ابنتي، ما يصير بعد وفاتي ما تعرف من أبوها. لا لا، راح أخبرك. إن كنت تسأل عن حسبي ونسبي فأنا القاسم ابن الإمام موسى الكاظم، ابن موسى بن جعفر. لما سمع شيخ العشيرة باسم الإمام الكاظم صار يضرب على رأسه، قال: الله أكبر، طلعت أنت نجل الأئمة وابن الأئمة، وحيائي من أبيك وحيائي من أجدادك، جعلناك خادم عندنا وأنت سيد. قال: لا لا، جزاك الله خير، أخذت حقك، نلت حقك من شفاعة جدي رسول الله، لكن يا عم ترى هذه البنت لابد أن ترجع إلى أهلها، لابد ترجع إلى أهلها. قال له: كيف؟ قال: في موسم الحج هذا العام خذ هذه البنت معك يا عم، وأنزلها في المدينة حتى تلتحق ببيتنا. قال له: يا ولدي، أنا ما أدل بيتكم في المدينة. قال: لا، أنت بس أنزلها من على ناقتها وراح تمشي وراح توصلك إلى البيت، ها، إلى بيتنا. وفعلا يا مؤمن، في مثل ليلة غد غمضت عين القاسم وخرجت روحه من جسده، مات ومضى لربه والتحق بآبائه وأجداده. صار البكاء العويل النياح عليه، صار موسم الحج، خرج عمه شيخ العشيرة مع الطفلة وصلوا إلى المدينة المنورة، أنزل البنت، صارت تمشي تدخل في زقاق وتخرج من آخر، إلى أن وصلت إلى باب شاهق، إلى مبنى عالي قد سفى الغبار والتراب على عتبات ذلك الباب. طرق الشيخ الباب، فتح الباب، دخلت الطفلة، وإذا أول من يستقبل تلك الطفلة هي جدتها أم والدها. بمجرد أن نظرت وإذا هاي الطفلة تشبه القاسم،
قالت بني إنك لتشبهين ولدي القاسم، من أنت يا بني؟ قالت أنا فاطمة ابنة القاسم ابن الإمام الكاظم. ومن جاء بك يا بني؟ قالت جدي لأمي هو الذي جاء بي إلى هذه المدينة. خرجت أم القاسم وقفت خلف الباب، سلمت على هذا الرجل، رد عليها السلام، قالت يا شيخ هذه ابنة القاسم؟ قال نعم يا أمة الله إنها ابنة القاسم. قالت أم القاسم وأين ولدي إذن؟ قال يا أمة الله عظم الله لك الأجر في ولدك، فقد مضى غريبا علينا وقد دفن عندنا في الحي. بمجرد أن سمعت أمه ما تمالكت حتى سقطت على الأرض مغمى عليها. حركوها أفاقت من غشوتها، بقيت عليلة مريضة إلى أن مضيت من الدنيا حزنا وكمدا وبكاء على ولدها القاسم هذا، وهي لم تنظر إلى ولدها. أقول الله أكبر يا أم القاسم ابن الإمام الكاظم، ما تحملت أن تسمعي نبأ ولدك هذا وقد مضى من الدنيا حتف أنف، إذن ما حال رملة التي نظرت إلى ولدها وقد صبغت ثيابه بدمه؟ أيوة مصيبته، حناؤه دم رأسي والشمع أطراف القناة، جاء الحسين بلا خيم النساء الثاكلات، فخرجنا ربايت الحجال من المضارب باكيات. جاء الحسين بالقاسم، يقول حميد بن مسلم نظرنا إلى القاسم وإذا برجلي تخطان في التراب. قلنا الله أكبر، يعني القاسم أطول قام من الحسين؟ دققنا النظر وإذا بالحسين قد احدودب ظهره. صبرك يا شبل دحاي الأبواب، شايل على صدرك شباب معرس وشباب، ولو كان قلبك من حديد تفتت وذاب، عافية على قلبك يا إلا المصطفى روح. لله صبرك يا أبو النفس الأمين، شايل على صدرك شبابك ذابحين، ومثل الجفن ثوب الزفاف مفصلين، مفضوخ راسه والخضاب بجفيله. دخل الحسين بالقاسم مدده بين القتلى لحظات، وإذا بزينب تلتفت إليه، قالت أخي أبا عبد الله معذرة إلى الله وإليك، ماذا تريد يا أخي؟ قالت تنحى عن القاسم فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ماذا تقصدين؟ هذه رملة تريد أن تتودع من ولدها. تنحى الحسين إلى جانب، جاءت رملة ورمت بنفسها على ولدها، ولا مال ولا مال ولا مال، أنا ردتك لا رد الدنيا
ولا ما يايل ولا مال ردت تكلي وقع حملي ولا ما يايل ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يايل عن ضضيج يا ابن قطعي وحنيت وحنيت يا ابني ما ذكرت امك وحنيت عفتني من انكسر ظهري وحنيت وحنيت يا جاسم خضبت شيبي وحنيت بدمك يا عريس الغايا حاضري قسم الإله الرزق بين أعاظمي لا رزق أعظم من مصاب القاسم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض فك كل أسير رد كل غريب اقض حاجة كل محتاج من سألنا الدعاء إلى مرضاهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.